اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الالكترونيكس. اليوم بدنا نستعرض اقوى جهازين تنصت، جهازي بيجي مع خط وجهاز بلا خط. طبعا هول الجهازين مطلوبين مني باوردر للفلبين، يعني هول الجهازين انا بدي احضرهم لابعتهم لزبون على الفلبين. حيلا شخص موجود باي دولة كانت بالعالم بيقدر يحكينا على الواتساب، الرقم حيكون موجود بالوصف كرمال يشتري هول الاجهزة، جهاز مع خط وجهاز بلا خط. وانا هلا بعد شوي بدي استعرض الحوالي، ومن بعدها حنشوف هذا الجهاز كيف يشتغل وهذا الجهاز كيف يشتغل، لا يكون عندكم فكرة اوضح عنهم. بس قبل اي شيء بدنا نستعرض حسناتهم وسيئاتهم لنستعرف اكثر اي جهاز بده. بعض الناس بيطلبوا الجهازين مع بعض، بعض الناس بيناسبها جهاز ما بيناسبها جهاز تاني. خلينا نتعرف اكثر على اول شيء، بنبلش باول جهاز يلي هو الجهاز يلي مع خط. الجهاز مع خط من حسناته انه بسجل حوالي 30 ساعة وما فوق حسب ما بتقول الشركة. تاني نقطة، هذا الجهاز ضد المي. ثالث نقطة، هذا الجهاز مصمم للتنصت عن بعد، يعني هذا نحن بنحط فيه خط او شريحة منتصل وبنسمع عن بعد، ما ضروري يكون الجهاز قريب علينا. وقبل كل شيء بدي انوه لشغله انه غير مسامح شرعا استخدام هول الاجهزه للتنصت على الناس او استخدامهم بالامور يلي بتضر الناس او الامور السيئه. هول الاجهزه مقتصر استعمالهم لحمايه العائلات وخصوصا الاولاد الصغار يلي ممكن نطلع حدا معهم نسمع شو عم بيصير معهم، يعني بمعنى تاني نحن بدنا نحمي اولادنا وعيالنا بواسطه هول الاجهزه، مش للتنصت على الناس ومش للتجسس على خصوصيات الناس. خلينا هلا نستعرض حسنات وسيئات كل جهاز. خلينا نبلش اول شيء بالجهاز يلي بيجي مع خط. هذا الجهاز حسناته انه اول شغله بدوم 30 ساعه وما فوق تقريبا، فمنا بحاجه نحن انه نكون قريبين من الشخص او ناخذ الجهاز بعد فتره قصيره من الوقت، لا، هذا الجهاز بضاين حوالي 30 ساعه وما فوق حسب ما قال الشركه. ثاني نقطه بالنسبه كمان حسب ما قال الشركه انه هذا الجهاز ضد المي. ثالث نقطة يلي هو هذا الجهاز مصمم للتنصت عن بعد. ورابع نقطة انه هذا الجهاز ما بيصدر لا صوت ولا ضوء. وخامس نقطة يلي هو ما بيحتاج لشريحة فيها انترنت، بيحتاج لشريحة بس فيها رصيد لا اكثر ولا اقل. بمعنى انه انت لما بدك تصل على هذا الخط او هذا الشريحة، الشريحة بدها تتصل عليك بتفتح الخط، بتكون انت منزل كور ريكوردر او حيلا برنامج تسجيل مكالمات، انت عم تسمع بنفس الوقت عم بسجل التليفون. وسادس نقطة انه بطاريته ما بتاخد كتير وقت كرمال نحنا نشحنها غالبا. سابع نقطة يلي هو هذا الجهاز صغير فيسهل استخدامه بوضعه بالاماكن، ببعض الاماكن يلي نحنا بنقدر نحطه فيها كونه هذا بالاخر جهاز صغير. بالنسبة لسيئات هذا الجهاز، هون عنا سيئتين اساسيتين نقطتين بركز عليهم. اول نقطة الصوت يلي نحنا بنسمعه عبر هذا الجهاز صوت اقل من عادي، يعني منه الصوت الواو، بس الصوت اللي بنسمعه شوي صوت اقل من عادي. تاني نقطة هون في يعني في شوية شرح بتاني نقطة يلي هي بده رصيد، يعني الشريحة اللي نحنا بنحطها بقلب هذا الجهاز بده رصيد، فبعض الدول بكون فيها شحن الرصيد عالي، بعض الدول بكون فيها شحن الرصيد رخيص. فالدول يلي فيها شحن الرصيد رخيص مش كتير نعتبر انه هيدي نقطة سيئة، بس نقطة سيئة كتير اساسية للناس يلي الرصيد بيشحنوه بسعر كتير عالي. بالانتقال للجهاز يلي بيجي بلا خط، هذا الجهاز يلي انا شخصيا بفضله. في جهاز تاني بسجل حوالي 600 ساعة، بضلوا 200 يوم ستاند باي، بس عم نحكي نحن هون على مدة طويلة، يعني بطارية اكبر، يعني حجم اكبر، حجم الجهاز اكبر، فانا اكيد بفضل هذا الجهاز. بالنسبة لحسنات هذا الجهاز يلي هي مهولة، بحر من الحسنات. خلينا نبلش باول نقطة. اول نقطة يلي هي حجم الجهاز. حجم الجهاز مثل ما شايفين ليكو قديه بيطلع، تقريبا قد نص حجم الاصبع. بالنسبة لسمك الجهاز، السمك بيطلع حوالي 5 ميلي، كتير كتير رفيع مثل ما شايفين. ثالث نقطة او تاني نقطة يلي هي بالنسبة للوزن، وزنه كتير خفيف لهذا الجهاز. رابع نقطة يلي هي الماتيريالز المستخدمة بالتصنيع، مثل ما شايفين هون عنا تقريبا هي مادة الالمنيوم، يعني هذا شيء كتير ممتاز، ما لنا بلاستيك، الالمنيوم. خامس نقطة يلي هي نقطة كتير اساسية بركز عليها، تسجيل هيدا الجهاز دقيق وواضح لدرجة مهولة جدا جدا جدا، يعني انت اذا عم بتسجل مثلا بتسمع صوت بتحسه كتير كلير كتير واضح، هيدا الشيء كتير ممتاز بهذا الجهاز، بحاجة لهذا الجهاز لانه بيعطينا صوت كتير ممتاز. بالنسبة لخامس نقطة، نحن مش محتاجين نوصل هذا الجهاز على الكمبيوتر او على اللابتوب لنقدر نسمع التسجيل، بمجرد ما نحن نحط السماعات اللي بيجوا مع العلبة يلي هي مع الجهاز نقدر نحن نسمع التسجيل. اكيد هذا الجهاز بالنسبة لسادس نقطة بالحسنات، هذا الجهاز بسجل حوالي الكاباسيتي، يعني قديش بساع
ال 8 جيجا اللي بقلبه بيساوي حوالي 96 ساعة تسجيل. من بعدها نحن بنفرغ على الكمبيوتر او على اللابتوب. نحن بنهاية المطاف محتاجين لابتوب او كمبيوتر كرمال نفرغ الداتا كلها هيدا عليه. بس نحن اول ما بدنا نسجل فينا نستخدم السماعات عادي بدون ما نحن نحط على اللابتوب ونقدر نسمع. بالنسبة لسادس نقطة، الحلو بهذا الجهاز انه الملف يلي نحن بنسجله فيه بنقدر نحن ننقله على الكمبيوتر نحطه على بريمير برو ونقدر نعلي الصوت. ليش انا عم بحدد هيدا النقطة بالضبط؟ لانه في بعض الناس عم تسألني انه اذا نحن حاطين الجهاز وشخص بعيد بيلقط الصوت. لا، ما بيلقط الصوت عن بعد، بس نحن بنقدر ناخد الملف نحطه على بريمير برو ونعلي الصوت. اذا كان في حدا بعيد او صوت بعيد بنقدر نحن نسمع الصوت عن بعيد، وهذا شيء كتير ممتاز بهذا الجهاز. النقطة السابعة، استخدام هذا الجهاز كتير سهل، بيكفي انه نحن بس نحط اون ببلش تسجيل، اوف بسيف التسجيل وخلص الموضوع، ما بنحتاج نعمل اي عملية تانية. لتامن النقطة والاخيرة بحسنات هذا الجهاز، انه هذا الجهاز غالبا ما بيحتاج لوقت كتير للتشريج لانه او للشحن، لانه بيحتوي على بطارية صغيرة ما بطارية كبيرة، فممكن دغري يشحن معنا هذا الجهاز ما يطول. وبالانتقال لسيئات هذا الجهاز عنا نقطتين. اول نقطة، ما بتدوم البطارية لاكثر من 7 ساعات، فنحن لما نحطه ويتعدى 7 ساعات اذا نحن حاطين اون عم نسجل 7 ساعات او اكثر لحاله بروح التسجيل، يعني نحن لازم نحط اوف لنعمل سيف. فنحن لازم نستخدم هذا الجهاز بحال قادرين ان احنا نحصل على الجهاز قبل 7 ساعات، هذا بسجل تقريبا 7 ساعات مش اكتر من هيك. تاني نقطة سيئة بهذا الجهاز انه ما بيحتوي على خط، بمعنى انه نحن ما فينا نتنصت عن بعد. وهلأ خلينا سوا نتعلم كيفية تشغيل هول الأجهزة. تابعوا هيدا الفيديو للآخر لنتعلم هيدا الجهاز كيف يشتغل وهيدا الجهاز كيف يشتغل. خليكم معي. وقبل ما نبلش أعزائي خلينا نستعرض لحوالي لأي شخص حابب يطلب هول الأجهزة بيحكينا على الواتساب، بيدفع عبر شركة الويسترن يونيون أو الماني جرام، والاستلام بتم عبر شركة اليو بي اس أو أي شركة شحن. نحن بنشحنها من هون لأي دولة بكون فيها، ما في أي مشكلة. بالنسبة لاسمي طبعا أنا حبعت لك، بتحكينا على الواتساب ببعت لك اسم الثلاثي لتقدر تحول عليه. الاسم محمد الغداف، رقم التليفون مثل ما شايفين 7824517، هو الرقم الدولي 0961 7824517. مثل ما شايفين هون هلا نحن غطينا هون اسم المرسل، هون باللبنانيز باوند اللي هو بالليره اللبنانيه 1,592,000 ليرة لبنانية. بالنسبه للبلد المبعوث منه اللي هو الفلبين مثل ما شايفين. اوكي، بتقدر تطلبه من اي بلد بتكونوا موجودين فيه، ما في اي مشكله. بالنسبه للاجهزه، اول جهاز يلي ما خط، هذا الجهاز جهاز ممتاز للناس يلي بحبوا يتنصتوا عن بعد، يستعملوه بالتنصت عن بعد. مثل ما شايفين هون عنا خط، اوكي نحن بنحط الخط بنسكره بياخد الخط، بنبعت مسج على الخط يلي هو هون بالانستركشن. خلينا نشوف الوراق كرمال تكون الصورة واضحة اكتر. هون مثل ما شايفين عنا تيبل، هون بيشرحولنا شو الاس ام اس. طبعا بنبعت اس ام اس يلي هو 111 اربع وحدات، بيفتح الخط. من بعد ما يفتح الخط بنتصل على الرقم وبنقدر نسمع، بنكون نحن منزلين كول ريكورد، ما في اي مشكله، كتير سهل استخدامه مثل ما شايفين لا اكثر ولا اقل. بيعطوكم هون كم خدمه بتقدروا انتم تعملوها، وفي شرح مفصل للي بيطلب هذا الجهاز، بيطلع له هذا الانستراكشن بيقرا اللي بده اياه وبيستخدمه عادي طبيعي. بالنسبه للجهاز الثاني اللي بيجي بلا خط، كل اللي علينا نعمله يعني طريقته كتير سهله، بس بنعمل هون مثل ما شايفين اون اوف، هيدي هي اون ببلش تسجيل، اوف بسيف التسجيل. من بعدها شو بنعمل؟ بنجيب هذا الشريط وهو السماعات. اذا نحن بدنا نتسمع على التسجيل الموجود بقلبه بيكفي انه نحن نشك السماعات ونسمع عادي طبيعي، ما في اي مشكله. بحال بدنا نحن نوصله باللابتوب او بالكمبيوتر، مجرد ما نحن هيدي نحطها هون، مطرح السماعات كمان على فكره، مطرح السماعات بنحط السماعات وهيدي وهيدي. هلا بقول لكم شو هي، هاي بنوصلها نحن باللابتوب او بالديسكتوب لننقل الملفات. بيجي عنا هاي هيدي، بس منشكها هون كمان مطرح السماعات، ومنشك هيدي بقلب الادابتر او الشارجر كرمال نحنا نشرج هيدا الجهاز. شفتوا قديش بسيط استعمالهم؟ جدا جدا، واكيد انا بنصح فيهم. يلي بده يطلب من عندي في يحكينا على الواتساب مثل ما قلت لكم قبل شوي. وهيدا كان استعرضنا لاول جهازين تنصت. يلي بحب يطلبهم برجع بكرر، بيحكينا على الواتساب، بحط الرقم +96170824517، انا حكون حاطه كمان بالديسكريبشن. ما تنسوني من لايك والشير والسبسكرايب. اذا ملاقيين هذا الفيديو مفيد اعملوا كومنت، حطوا لايك، شاركوا هيدا الفيديو مع اصدقائكم يلي بتحسوا انهم بحاجه لهول الاجهزه. خلينا نحن نخدم كل شخص بحاجه لهول الاجهزه ليحمي عائلته او اولاده. بتشكركم كثير للمتابعه وعلى اللقاء.